بالولايات المتحدة. وتقييم هذه العلاقة بالكثير من النجاحات، وكخطوة جديدة في طريق النجاح، تقوم اليوم محصلة مع السادة مجموعة مياه الدولية للاستثمار بعقد مشروع مميز في منطقة الدار سوريا لتسويق عدد من الأراضي المتعددة الاستثمارات وبارتفاع أرض وسبع أطوار. أسهل الرجاء الترحيب بالسيد عبد الله عطاف رئيس مجلس إدارة مجموعة بنيان دولة الاستثمار. أخيرا كل الشكر للسادة مجموعة بنيان الدولية.
لمكانة